السلام عليكم أيها الإخوة الكرام. كما تعلمون جميعا، والدي حمد الله بن عبد الولي الأيغور كان مقيما في تركيا، وذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة في 3 فبراير 2020، لكن فيما بعد لم يتمكن من العودة إلى تركيا بسبب فيروس كورونا. في 20 نوفمبر 2020 عاما اعتقلت الحكومة السعودية أبي وصديقه نور محمد روزي من شقتهما بلا سبب لاعتقاله. كان محتجزين في سجن السعودي منذ أكثر من عام، تاريخ 3 يناير 2022 من شهر الحالي. أبلغت الشرطة السعودية قرارها إلى أبي وصديقه أنهم سيعيدونهما إلى الصين. اكتشفناه في يوم الحادث، إذا كان إعادة إلى الصين سيتعرضان للقتل أو معسكرات الاعتقال من الحكومة الصينية الشيوعية الظالمة. ولهذا نطلب من حكومة السعودية أن تفرج عن أبي وصديقه وترحلهما إلى تركيا. وأيضا نتمنى أن تساعد كل المنظمات الدولة لحماية الحقوق الإنسان ورؤساء المنظمات لوالدي وصديقه حتى لا يعيدهما إلى الصين.